مساء الخير. يتخبط اللبناني بتحديات مالية واقتصادية في ظل استمرار المصارف بحجب جنى العمر عنه، ومع موازنة مليئة بالضرائب ورسوم بلديات ستفرض عليه أضعاف الأضعاف. كيف يقرأ الخبير الاقتصادي والمستشار القانوني هذا الموضوع؟ معنا في الاستوديو الخبير المالي والمصرفي أستاذ غسان أبو عضل، أهلا وسهلا فيك، والمستشار القانوني المحامي رامز مصطفى حمود، أهلا وسهلا فيك. بدنا نبلش معك أستاذ رامز، وبدنا نحكي عن البلديات. اليوم بلدية بيروت والبلديات الباقية عم تفرض 10 أضعاف الرسوم، هل برأيك هناك عشوائية في القرار؟ للحقيقة أول شيء بحب عيدكم بعيد الاستقلال ونعزيكم كصحفيين باستشهاد زملاء لكم بهالأزمة اللي احنا مرقنا فيها. إن شاء الله بتضلوا بهذه الهمة خدمة للمجتمع. شكرا. الشغلة اللي نحن بنشهدها اليوم بعشية الاستقلال ب 80 سنة على عمر الاستقلال، انه نحن بتفكك تام بادارات الدولة للأسف، وبكل الأنظمة اللي نحن المفروض ان هي ترعى المواطن وترعى المقيمين في لبنان. نحن ما بدنا نتهم بعشوائية الرسوم والضرائب، ولكن بدنا نحط اصبعنا على بعض النقاط اللي هي انه اليوم البلديات والدولة بشكل عام، الإدارات المحلية والإدارة المركزية، يجب أن تستقي من البيانات الموجودة متوفرة بين إيديها حتى تستخلص العبر بهالمرحلة الانتقالية اللي بمر فيها لبنان. لبنان اليوم يمر بمرحلة انتقالية واسعة الإطار بالحياة العامة، بالأمور الإنفاق العام، وبإنفاق على الخدمات اللي بتأديها البلديات وتؤديها بعض الإدارات المركزية. هل عشوائية؟ هي لا تسمى فقط عشوائية، نحن تسمى أنه نحن ما عم بيستعملوا البيانات والإحصائيات الموجودة والمتوفرة لديهم حتى ليقوموا باستخلاص العبر بالخطط المستقبلية للخدمات اللي بتأديها على الأخص البلدية. يعني نحن كان عنا لقاء مع مواطنين بالعاصمة بيروت، كانوا عم بيطالبوا أنه ليش ما بتكون تصاعدية، يعني وليش ما بتكون مدروسة أكثر، أنه كيف بدها تتوزع الضرائب، على أي أساس، واللي بيدفع ضريبة بده يكون في خدمة. يعني طلع واحد بيقول، تاجر بيقول أنا أوكي عم بدفع ضريبة، بس أنا هل في خدمة؟ في جوار بتشتي، أول ما بتشتي بتطوف الطريق، وكتير كتير أمور بلدية بيعتبروا أنه هي مقصرة. نعم، المفهوم الضريبي هو ممكن يكون تصاعدي لأنه هو يرتكز على الربح وعلى الدخل. أما مفهوم الرسم يرتكز على الخدمة التي تقدمها إما الإدارة المركزية وإما الإدارة المحلية اللي هي البلديات. فنحن الرسوم ما فينا نحن نجي نحكي بعملية جبايتها بظل هالوضع الراهن المتفلت الأمني وبالخدمات وبعدم قدرة الإدارات المحلية. والوضع الاقتصادي أستاذ رامز، الوضع الاقتصادي سيء، في عنا قرابة نصف عدد السكان اللبنانيين المقيمين نصفهم وافدين من جنسيات أجنبية. هدول كمان عم بيزيدوا، هل هم مكلفين أم غير مكلفين؟ هل يقومون بتأدية الرسوم؟ هل يسددوا الضرائب؟ هل هن محسوبين من ضمن المكلفين؟ بتوافقنا رأي أستاذ غسان؟ طبعا أنا بوافق الرأي، بموضوع أنه اليوم ما في كتير دراسة يعني محددة أو واضحة للمواطن اللبناني. يعني حتى التاجر بتنزل بيقلك أنه أوكي أنا عندي هيدا المحل، بس أنا هيدا النهار ما طلعت يعني حتى مصروفي. نعم، هو مثل ما قال الأستاذ أنه الضريبة هي بتكون حسب الدخل وحسب الشيء التصاعدي، بينما البلديات هي نتيجة أو هي يعني بتتاخد لحتى البلدية تقدر تقوم بخدمات معينة. هون يعني لازم نرجع للمبدأ الأساسي أنه شو هي الضريبة وشو هو الرسم يلي بتستوفيه الدولة أو البلدية. يعني المبدأ الأساسي أنه الضرائب هي بالنتيجة لحتى الدولة أو الحكومة يلي بتحطها، لأنه هاي كل سنة بسنتها هي مفروض تعكس شو سياستها. صحيح. شو مشاريعها. صحيح. لوين رايحة، شو بدها تعمل بالمصريات. بينما نحن اليوم مش منتطلع منلاقي أنه مش بس في تخبط، نحن منلاقي أنه من أول ما الأزمة انفجرت بال2019، وهي كانت كمان قبل بكم سنة، يعني اللي موجودين بمراكز القرار أكيد كانوا عارفين لوين واصلين. إذا مش بحجمها كان عم بيقولها هذه كمان أستاذ رامز، أنه نحن هلأ اللي عم نمرق فيه مرقنا فيه من فترة أيمتا، بالثمانينات
بالثمانينات طبعا الظروف كانت مختلفة بالثمانينات، ما كان الدين العام واصل لهالأيام هيدي، كان في حرب، كان في أمور تانية. بس اليوم بوجود دولة مركزية، بغياب الحرب، بوجود هالدين كله يلي كان عم بيتراكم، منطلع منلاقي أنه اليوم نحن عم نتكل على هالتركيبة السياسية اللي موجودة اليوم. نعم. هي ذاتها يلي صلى من أول ما انفجرت الأزمة more or less موجودة، يعني مستلمة الوضع. نحن عم نتوقع منها أنه هي بدها تجي تلاقي الحلول. أربع سنين وشوي بعد ما في حلول، وقبل منها على القليل سنتين أو ثلاثة أو أكثر كانوا عارفين لوين رايحين. نعم. طيب شو منتوقع نحن؟ إذا ما نحكي نحن بالقانون، بالقانون كيف لازم يكون البروسيدور لإصدار هيدا الرسوم؟ يعني مثل ما هلأ نحن عم بيصير صح؟ نحن قانون، إذا نحكي قانون، نعم، بظل نحن هلأ إقرار موازنة ومناقشات حول موازنة العام القادم. من ضمن الموازنة بنحكي نحن مالية عامة، نحكي عن جباية ضرائب للدولة، ونحكي عن جباية رسوم أيضا وتكليف للرسوم البلدية. نعم. من ضمن الموازنة، نعم. نحن كتشريع هون الدور المشرع انه هو يجي يستخلص العبر بعد ما ينحط دراسات من الجهات المعنيه، من الادارات المحليه، من مجالس الاقتصاديه، من مجالس، من الوزارات. نعم. هالاحصاءات كلها تنحط حتى ينحط سياسه عامه للدوله، بظلها بتمشي الادارات المحليه البلديات بعمليه الخطط اللي بدها تنصاع إلى أو بدها تتابع فيها أو تواكب فيها الإدارة المركزية. طالبوا الهيئات الاقتصادية، طالبوا أنه نحن لازم تاخدوا برأينا قبل ما تحطوا أي رسوم، إن كان بلدية ولا حتى بالموازنة بمجلس الاقتصاد الاجتماعي، طالبوا. ولازم يعني لازم يكونوا هن شركاء بهذا. نحن ست ندى بحالة نحن تفكك العام، ليش عم نحكي تفكك بإدارات الدولة أو في عنا غياب عن أداء الدولة والإدارات المحلية بقيام واجبها؟ لأنه نحن اليوم بحالة استثنائية، مش بس انخفاض سعر النقد الوطني، مش بس انهيار اقتصادي، مش بس إقفال مؤسسات، مش بس في عنا وافدين من غير جنسيات مقيمين بعدد مهول على الساحة اللبنانية، في عنا كمان أزمات أمنية، والأمن لا نعني في فقط عملية الجرائم اللي بتحصل، نحن بنعني الأمن اللي هو الاستقرار الاجتماعي، الأمن الاجتماعي بشكل عام. الكلمة الوحيدة اللي نحن بنقدر نحكي فيها بهذا الإطار هي أنه المشرع اليوم هون دوره. المشرع اليوم للأسف قد يكون عاجز أو لا يستقي العبر أو لا يستقي الخبرات. في عنا نحن قدرات لبنانيين كمان بالداخل وبالخارج، ولكن مغيبين عن أداء دورهم بأداء التشريع. مثل ما صدر قانون 60-88 سنة 88 بعد انهاء منهارة العملة اللبنانية، ال 81 كانت 4 ليرات ونص، صارت ب 3000 ليرة تقريبا بسنة 88-89. نحن بحالة مماثلة، 1500 ليرة كان الدولار مثبت وهميا ولا واقعيا، ولكن كان مثبت 1500، صرنا ل 90000 ليرة. هالعملية هون دور المشرع انه يدخل عبر الموازنة وعبر غير الموازنة، يحطوا خطط خمسية حتى تقدر تستقر الأوضاع بدراسة جدوى اقتصادية بخطط خمسية. ما بدنا نكبر الحجر، بدنا نطلب خطة على مدى قصير، مدى قصير سنتين، هيدا للأسف أنه ما عم يقدروا يوصلوا لخطة واضحة وخطة إصلاحية. طرح نحن، وبتعرفوا أستاذ غسان، دكتور منير راشد طرح خطة بديلة عن الخطة الإصلاحية اللي طرحتها الحكومة، وحضرتك كنت بتحكي لنا شوي عنها. دكتور راشد طرح خطة، وفي غيره كمان ممثل صندوق النقد سابقا، نعم، وفي كمان غيره طرحوا كتير خطط. نحن بلبنان ما بينقصنا الكفاءات، يعني هذا اللي كان عم بيقوله أستاذ رامز، نعم، انه عنا نحن الكفاءات، صحيح، نحن عنا الكفاءات. ولما عم نتوجه على صندوق النقد وعم نحكي مع صندوق النقد، مش لانه هن عندهم كفاءات نحن ما عنا اياها، نحن بنعرف مين الاشخاص يلي عم بيجوا من صندوق النقد، مين عم بيكتب هالتقارير، مين عم بيعمل هالتحاليل. نحن بلبنان عنا الكفاءات، ونحن نعرف، وحكيت عن نحن بنصدر كفاءات للخارج، بنصدر كفاءات وقادرين نطلع من هالأزمة. نحن مش متكلين على صندوق النقد أو غيره إذا بدنا وإذا عنا الإرادة. بس برجع بقول أنا يلي قلته من شوي، إنه إرادة مش موجودة، يا أما إرادة مش موجودة، يا أما يلي موجودين اليوم بمراكز القرار ما بيعرفوا. صحيح. هون أنا عندي شك، لأنه في ناس كتير مرقت على مراكز القرار، وفي ناس كانوا ناجحين بالقطاع الخاص اجوا على القطاع العام. يعني مش معقول هالشخص هيدا بس يوصل لهون ما يعرف شو بده يعمل. في شيء معين
ما عم بيخليهم أنه يحطوا هالمشاريع قيد التنفيذ. نحن بنعرف كيف لازم نطلع من الأزمة، نعرف أنه وين الأزمة، الكل بيعرفوا، بس بينقص الإرادة. صحيح، بينقص الإرادة. فإن كان مشروع أستاذ راشد أو مشاريع تانية، كلها مشاريع بتصلح أنه تكون يعني إذا بدك هي باز لحتى ننطلق منها، وممكن أنه تحل الأزمة، بس بدها إرادة وبدها يعني ثبات، ثبات أكثر، بدها ثبات. طيب نحن اليوم عنا منصة بلومبرغ تأجلت، وعنا موضوع تحرير سعر الصرف كمان ما تطبق، وعنا الكابيتال كنترول، وكمان عنا موضوع احتياط المركزي مرتفع. أوكي، وفي هناك سؤال أنه ليش ما نهتم بموضوع الذهب أو نستفيد من هذا الموضوع؟ كيف الطريقة؟ أبلش من آخر شيء. الذهب، الذهب ما بنقدر اليوم نعمل شيء، لأنه في تشريع، ولا بنقدر نوصفه، في تشريع ولا أي طريقة، يعني مش بس أنه بيع الذهب، حتى أنه ما نحن عم نحكي نحن التوظيف، ما في اليوم بالقانون في تشريع، وهيدا عمل من زمان، أنه ما حدا يمس بالذهب، وبعده هيدا موجود بالقانون وبالممارسة لحد هلأ. ومؤخرا يعني حتى لو انه طلع سعر الذهب، بتزيد قيمه الذهب بميزانيه مصرف لبنان، لان الذهب هو داخل بميزانيه مصرف لبنان مش بموازنه الدوله، بتزيد هالقيمه هيدي دفتريا. وبس ممكن انه سعر الذهب مثل ما طلع هلا لل2000 ممكن انه يتراجع، لانه شفناه من زمان ب2000 ورجع نزل لل1500 او 1600، فهيدا سعر متحرك. نحن ما لازم نتكل عليه كثير، نعرف انه الذهب موجود، وهيدا بشكل ضمان ما انه هالدولة اللبنانية في عندها شيء موجود تتكل عليه يوما ما باقصى اقصى اقصى ظرف. ما بعرف اذا في ظرف بعد اقصى من اليوم، يعني ان شاء الله لا. بس انه بنرجع لهالشيء هيدا، يعني اذا هيدا انعكس بميزانية مصرف لبنان انه زيادة ارقام محاسبيا بالميزانية، مش معناتها انه نحن بنقدر نصرف منهم. وهون ما لازم، ولازم ننتبه كتير، انه اذا زادت الموجودات الخارجية يلي هي من عملات اجنبية وذهب مجموعة زاد، مش معناتها نتكل انه نحن فينا نصرف من الدولار، من الاحتياط الدولار او العملات الاجنبية، لانه زادت قيمة الذهب، لانه اذا رجعت نزلت قيمة الذهب بيكون نزل كله سوا، بنكون نحن فرطنا. طيب ومنصة بلومبرغ اليوم تأجيلها، قديش هذا الموضوع رح يأثر على الواقع المالي؟ شوفي هلا سعر الصرف ثابت صار له فترة عدة اشهر، بالرغم من كل شيء صار، يعني صار حتى الحرب اللي موجودة يعني وكله ما تأثر، وكنا بأشياء أحداث أقل بكتير من هاي، الدولار عم ينط 10,000 و20 ألف ليرة وتخرب الدنيا. اليوم هالشيء هيدا ثابت، يعني تأجير المنصة ممكن أنه يستمر بعد شوي في ظل هالاستقرار هيدا اللي موجود. يمكن المنصة لازم تكون بفترة من الفترات، إنما اليوم سعر الصرف مرتبط بكمية الليرات اللبنانية اللي موجودة بالسوق، ويلي مصرف لبنان هلأ حددها تقريبا حدود 55,000 مليار، من بعد ما وصلت لفوق 80,000 مليار من عدة أشهر، من 6-7 أشهر لورا وأكثر. في دولرة للقطاع عملياً، سعر الصرف يعني اليوم صار عم بيتداول بين 85 يلي هو سعر أكثر شيء الضرائب والموازنة اللي عم تنشغل عليها الدولة، وبين سعر السوق يلي هو حدود 90,000، وبين سعر هيدا كمان يلي ما بينحكك فيه كتير، هو 105,000 ليرة يلي هي عم بتفوتر عليه شركة كهرباء لبنان، فواتيرة عم بتفوتر على 105,000 بس هيك فجأة. صح. يعني ايه قرروا انه 105,000 اني بدهم يفوتروا، يلي هو سعر الصرف صايرفة بلس 20%. من هلا لوقتها يعني بتصور انه لازم يكون في منصة صايرفة، منصة بلومبرغ محل منصة صايرفة، بس سعر الصرف بعده ثابت، وبانتظار انه يعني تطور جديد. نعم. استاذ رامي، اذا بدنا نحكي اليوم عن البلديه والرسوم، صارت اضعاف الاضعاف، واليوم رئيس بلديه بيروت محافظ بيروت بيقول انه انا هيدا الواقع اللي انا عم مر فيه، ما فيي اتراجع، بس رح انظر واستثني الفقير. اذا نحن بدنا نحكي اكثر تفاصيل، او شو الحلول البديله، يعني نحن لحتل ندخل فندس على البلدية، مش بس بلدية بيروت، كل البلديات. الحقيقة محافظ بيروت بيشهد له الكل أنه رجل محترم، وبغار على بلدية بيروت وعلى محافظ. صحيح. بيروت. نعم. ولكن اليوم أنا ما فيني أجي أفرض رسم
من منطلق انه انا بدي خلي الفقير للاخر وبلش بالغني بالاول. ما في نقول انه هيدي مؤسسه عم تبيع بالدولار وبدي شرجها بالدولار. هيدي بدي اشكرها هالمؤسسه انه بعدها شغاله بظل هيك ظروف. يعني انا اليوم شو عم تبيعني بلديه بيروت؟ اذا عفوا عم نحكي بلديه بيروت عم نحكي نحن او اي بلديه عم تبيعني ضغط وسكري. لانه السير مش مزبوط، الخدمات بحركة الأمن الاجتماعي، بنرجع بنقول الأمن الاجتماعي، يعني أنا وقتها بأبسط الأمور وقتها دور سيارتي وامشي في بالقليل 10 موتوريات جايين بعكس السير على هاي واي على أوتوستراد. هيدي أبسط شيء ممكن تسويه البلديات، هي إنه تنظم عملية السير. اثنين، الخدمات اللي عم تقدمها البلدية، الخطط اللي عم تقدمها البلدية، التطوير اللي عم تقدمه البلدية يساوي صفر. فعمليا ما فيني افرض انا على صاحب مؤسسه انه انت عم تطلع بالدولار بدي كلفك بالدولار، انا بدي اشكره. هو عم يحكي على مجمعات، عم يحكي على مجمعات كبيره، حتى المجمعات الكبيره اليوم عم بتعاني، شاغلينها والمطاعم عم بتعاني. بدي اشكر المطاعم، بدي اشكر الفنادق، بدي اشكر كل مؤسسه عم تشتغل، كل مصنع وكل مزرعه وكل عم بيشتغلوا، لانه هدول بعدهم مخليين في يد عامله عم بيحافظوا عليها بظل تهجير الشباب والقدره الانتاجيه اللبنانيه. صحيح. انا ما فيني اجي افرض جازي يلي عم بيشتغل وجازي يلي عم بيزيد من مجهوده وعم بيصرف من لحم الحي بعض الأحيان إنه بعدك عم تشتغل بدي قاصصك. بالعكس، أنا بدي خليه إنه تفضل أنت عم تنتج، أنا بدي أعطيك محفزات. بدل ما أنا أجي أقله أنت غني بدي دفعك، أنا بجيب أقله شو عندك حاجات حتى أنا أقدر أعمل لك إياها، شو بتقدر تقدم للبلدية أو بالنطاق البلدي، أو بطلب منك هيدولي حتى بعطيك مقابلة إعفاءات وبلش بكلفك من سنة الجاي. بس ما فيني أنا أجي فاجئه بعملية رسم اليوم أفرضه عليه أضعاف 10 ولا 20 ولا 30. إيه بس هو بيعتبر أنه هني عم بيطلعوا أرباح، هو عم بيحكي على الأرباح. الأرباح الدولة بتحاسبه فيها بالضرائب. أما بعملية الإنتاج أنا بدي أشكره أنه بالنطاق البلدي اللي أنا موجود فيها بعدك شغال عم تشغل شبابي. طيب. شكرا. كنا عم نحكي قبل الكاميرا، كنا عم نحكي أنه عندك فكرة التعاون مع بلديات بالخارج او هو حقيقه للفنس. بلديات بلبنان كثير مشهورين انه هن كلهم عاملين توأمات، مش بس يعني بالعاصمه ببيروت وخارج العاصمه، في كثير بلديات عاملين توأمه. نعم. مع بلديات بالخارج، وهلا دور تفعيله في لجان احياء، لازم يجي المحافظ او رؤساء البلديات يستمعوا للناس، هن بيعرفوا ناسهم يعني بكل اطار بلدي، يعملوا لجان احياء، لجان احياء يعملوا تنافس بيناتهم. هيدي كانت من زمان، كانوا يعملوا مثلا درجه جميزه. نحن طالعين من أزمة ست ندى، أزمة كبيرة بعد لهلأ ما نحليناها اللي هي تفجير مرفق بيروت. صحيح. اليوم إذا بتمرق بالرمال وبالأشرفية وبرأس بيروت حتى وبالداون تاون اللي هي الوسط التجاري مدينة. صحيح. بيروت بتلاقيها بعدها مدمرة. هيدا حكي مش مقبول، لازم أنا حفز هالناس يرجعوا يشغلوا هالمباني حتى ترجع البلدية تاخد رسوم مقابل خدمات. بس ما بيجي بيفرض عليهم إكس من المبالغ. التقدير اللي عم نقوله تقدير عشوائي، التقدير قد يصيب وقد يخطئ، ولكن انت بدك تبني بناء على شو؟ حدد لي انت النطاق البلدي، هل هو سياحي؟ بالقانون. بالقانون. هل هالنطاق البلدي بمعظمه سياحي، صناعي، زراعي، تجاري، سكني، عملي، الى اخره، بده يتقسم، وبناء عليه بدك تيجي تحدد هالرسوم. ما فيني اقول 10 اضعاف او شوف قديش كان الدولار عم دفعك اقل بالدولار، لانه هيدا غلط. هيدا رح ينتج عدم اشغال بالمناطق، رح ينتج مزيد من التهرب. طيب ونحن اذا بدنا نتعاون مع الخارج مع بلديات، هل بنقدر بظل اليوم عدم وجود رئيس للجمهوريه، هل ممكن تتطبق الاتفاقيات؟ هيدي حبذا لو بتطلعوا كلياتهم للمصلحة الوطنية العليا، بلا رأس ما بتمشي البلد. صحيح. وبغض النظر عن كل التناحر اللي بس قائم، الاتفاقيات بتمشي طبعا، بتمشي لأنه لازم رئيس البلدية يجي يقول شو عنا اتفاقات. طبعا بتمشي. حكما بتمشي، لأن هيدي موقعة سابقا. يرجعوا يتواصلوا، يعني يكون دور المحافظ اليوم هو جيبوا لي هالبلدية شو عندهم توأمة خلينا نفعلهم. يعني بده المحافظ سواء ببيروت او خارج، خارج بيروت يرجع يشوف انه اليوم شو عندي قدرات اقدر فعلها وبدي استمع. بدهم يستمعوا، هن منهم زعماء، هن منهم رؤساء. أكيد. رؤساء لمنطقه، هن كلمه الخدمه العامه، هن خادم اكبر لهذه المحافظه وخدمته هي للوطن ولهذا الشعب، وبالتالي انا لازم استمع له
وشوف حاجاته وشوف هواجسه، بناء عليه ابني خطه مع لجان الاحياء، لجان التجار، لجان كثير بتمشي لجان الاحياء اذا تقسموا الاحياء. بعدين ممكن بلديه تتبنى بلديه اذا كان بلديه قويه، ممكن تتبنى بلديه انه هي يعني في عندنا نحن اليوم يجب ان نبتكر ونبتدع الحلول، نسمع للناس وبناء عليه بتصير العمليه. اي اكيد. طيب اليوم استاذ غسان بدنا نحكي بموضوع الموازنه، احنا بعد عنا الشهر بيفصلنا عن سنه 24 وفايتين على كمان أزمة مالية واقتصادية إذا طبقت هذه الموازنة يلي كلها ضرائب. الموازنة تعرف بنسمع أنه إنجاز أنه الحكومة بعثت الموازنة بضمن المهل. شوفي شو هالإنجاز اليوم الجوب ديسكريبشن تبع الحكومة. لا ما أنه إنجاز، هيك أستاذ رامي بيعتبروها إنجاز. الإنجاز رح قال لك وين الإنجاز بيكون. اليوم بتجوب ديسكريبشن تبع الحكومه انها تعمل موازنه، بتجوب ديسكريبشن تبع كل وزاره من وزاره الماليه لكل الوزارات. هيدا الدفوار لازم تسوي، هيدا هيدا سبق، هيدا شغلهم، هيدا شغلهم، هيدا من ضمن شغلهم. نعم. يعني تخيلي مدام انه انت اليوم ادارتك هون بالتلفزيون تقول لك انجاز انك صورتي هالحلقه، شو الانجاز؟ ما هيدا شغلك اليومي، هيدا شغلك وواجبك اليومي. فانسان حاجه نسمع بانجازات انه عملنا الحكومه على اللي عملنا الوزاره الموازنه على الوقت. الموازنه مثل ما عم تتركب عم بيجوا بيطلعوا انه شو في عندهم نفقات بدهم يغطوها، بيروحوا بيطلعوا شو في قطاعات اليوم عم بتطلع شوية مصاري زيادة لأنه سبب أنه عنا موسم سياحي منيح، أو لأنه يمكن عنا اليوم صناعة عم تقدر تصنع وتصدر شوي أكثر من قبل لأسباب معينة. بيطلعوا وين في مصاري، بيروحوا عليهم دغري وبزيدوا عليهم الضرائب. ليش؟ هيدور شو بده يصير فيهم؟ يلي عم بتزيد عليه الضريبة رح يبطل يشتغل ورح يوقف. فهيدي مش بس عم بيجازون، هيدي بطلت ضريبة، هيدي صارت خوة. صحيح، هيدي صارت خوة. لانه عم نطلع نحن بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي طلع النائب ابراهيم كنعان وقال نحن ما بدنا نوصل لمرحله انه خلص ينهار البلد، ويعني نحن بدنا نهدي ونشوف نكمل من محل ما نحن. نعم بس نعم. بس وعم بيطالب انه يصير في اجتماع مع اللجان، يصير في اجتماع مع التجار لحتى ياخذوا ويعطوا ويشوفوا لوين بده يوصلوا. نعم، دور القطاع الخاص بلبنان شغله كتير مهمه، بس كمان ما فيهم يتكلوا على القطاع الخاص. انا القطاع الخاص انا عندي المخرج عم بيقول لي بعد معنا 3 دقائق بيقدروا يتكلوا على القطاع الخاص. القطاع الخاص دوره هو بالشراكه مع القطاع العام وبانه نعم. يسمعوا له للقطاع الخاص، لانه اليوم مش معقول اليوم نحن نسمع من نواب ومن من وزراء فاعلين انه ايه التهريب بعده ماشي و80% من الضرائب ما بتندفع والجباية هلا لو فرضوا رسومين عم بتنقوا لمين؟ عم بتنقوا لمين؟ وبالاخر بتجوا بتطلعوا انه انتم في شويه محاسيب لكم موجودين بالادارات العامه بدكم تحسنوا لهم معاشاتهم لانه انتم متكلين عليهم بامور انتخابيه وغيرها، يعني بدنا نقول الامور مثل ما هي بالاخر. اجوا انتم بدكم تحسنوا لهم، بدكم تشتغل بالقطاع العام، تشتغل بضميره. عم نحكي بعض عم نحكي بعض. اكيد ما قلت الكل. فاليوم بدهم يحسنوا لهم معاشاتهم، وما بين هالتحسين المعاشات هات لنشوف وين في اموال بدنا نروح نحن نقنص هالاموال هيدي. وعم بستعمل تعابير قاصد استعبرها مثل الخوه مثل القنص، لانه هيدا عم بيصير. صحيح، هيدي منا موازنه تنميه، منا موازنه تنميه ابدا، منا موازنه توازن اجتماعي يلي هو بصلب الموازنه وبصلب سياسه الحكومه. هون خطورتها. نعم. انه ما بتراعي فعلا الوضع المعيشي والاقتصاد اللي عم بمر فيه المواطن اللبناني. استاذ رامز عندك دقيقة، أنا كل اللي بدي أقوله بموضوع الرسوم للبلديات. نحن نتمنى أنه البلديات مثل ما قال الأستاذ غسان أنه البلديات تلتفت للناس، تسمع الناس، تعمل رؤية مستقبلية تفاعلية لمستقبل أفضل لهالمناطق، ما نكون نحن عم نعمل ردة فعل. صحيح. هو يعني على كل حال أنا نسيت أقول أنه المحافظ بيروت اجتمع مع سكان بعض سكان بيروت ووعدهم انه رح يرجع ينظر بهيدا الموضوع. حتى النظر بيكون عبر استعانة باخصائيين مثل الاستاذ غسان، مثل ناس كتار بيقدروا ماليين مصرفيين. صحيح. بيقدروا يخدموه اكثر بالراي وبالتشريع وبفرض الرسوم الجديده او تعديلها. شكرا لحضوركم واهلا وسهلا فيكم، تصبحوا على خير.